ما بين مد وجزر تتأرجح حالة تحالف قواد، فعين يقظة لمنع أي خطوة تقوض الجهود الدبلوماسية الحذرة لدوله الأربع مع الصين، وأخرى تترقب ما سيفرزه السباق الانتخابي الأمريكي وتداعياته على تماسك وبقاء ذلك التكتل. قمة أخيرة صنفت بالوداعية، استضاف خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن زعماء التحالف الذي يضم أستراليا والهند واليابان، قمة شهدت واقعة تسريب صوتي عكست موقف إدارة البيت الأبيض الحالية تجاه المنافس الأول دولياً، حين نسي بايدن ميكروفونه مفتوحاً وقال إن الصين تتصرف بعدوانية وتختبر بلاده، متهماً رئيسها أيضاً بالتطلع إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية لنفسه. خطأ بايدن لم يعكس سوى وجهة نظره فقط، بينما لم يذكر بيان القادة الأربعة بكين بصورة مباشرة حتى في تعبيرهم عن قلقهم إزاء التوترات على حدودها وداخل بحر الصين الجنوبي، ما اعتبر ذلة لسان من جانب الرئيس الأمريكي أحدث كذلك ربطاً بين السباق الرئاسي في الولايات المتحدة ومستقبل كواد، فأحد طرفي السباق كامالا هاريس وريثة بايدن السياسية، والآخر الرئيس السابق دونالد ترامب الذي هدد بإخراج واشنطن من الناتو وتحالفات أخرى حال عودته إلى البيت الأبيض. ذلك الربط المحفوف بالشكوك والمخاوف دفع الرئيس الأمريكي للتأكيد أمام قادة كواد على بقاء التحالف وتجاوزه انتخابات الخامس من نوفمبر أياً كانت نتائجها، فهل أعطى بايدن الطمأنينة لحلفائه بشأن مصير تكتلهم أم يأتي صندوق الانتخابات بما يحقق الطمأنينة لخصم واشنطن العالمي؟